السلام عليكم ورحمة الله. زي ما طبعا عارفين إنه الذكاء الاصطناعي دخل في أي شيء الآن من حولنا. اليوم إن شاء الله حنتكلم عن إنشاء الأسئلة أو الاختبارات الإلكترونية عن طريق الذكاء الاصطناعي باستخدام جوجل فورمز. طبعا كان من أيام كوفيد 19 جوجل فورمز نشطت جدا في إجراء الاختبارات عن بعد، و يعني الناس تكلموا فيها كثير جدا. لكن اليوم أنا بصدد إنه أتكلم عن ربط الذكاء الاصطناعي بالجوجل فورمز وطريقة إنشاء الاختبارات الإلكترونية. طبعا زي ما عارفين جوجل فورمز عندنا طريقتين ندخل عليها، إما من جوجل نكتب جوجل فورمز هنا في المستطيل بتاع جوجل بياخدنا لها، أو من النقاط اللي هنا دي التسعة دي بننزل بنلقى يعني باللون البنفسجي كده واضحة فورمز، بنضغط عليها بتفتح معانا الفورمز. هنا بنلقى مجموعة من النماذج أو التمبلتس الجاهزة، إذا ضغطنا عليها كده بنلقى مجموعة جاهزة، أو هنا في بلانك فورمز بنضغط عليها طبعا تظهر معانا كده بالصورة دي، وفيها ثلاثة قوائم في الكويشن والريسبونسز والسيتينجز. الكويتشنز اللي هي واقفين فيها دي الآن بتدينا فيها دروب منيو، دي فيها مجموعة من الخيارات، بنختار نوع الأسئلة زي ما نحن عايزينها، إنها multiple choice question أو check boxes أو paragraph أو short answer and so on. وفي الريسبونسز طبعا الإجابات، الآن ما في اختبار ما في إجابات، الإجابة نلقاها صفر. و إذا كنا عايزين نعمل اختبار طبعا بيختلف من الاستبيان، في صورتها دي كده دي الاستبيانات العادية، أما إذا كان اختبار بيختلف لابد إنه نمشي سيتنج دي، وبنلقى فيها أول خيار كده ميك ذيس أكويز نعملها أكتيف، هي بنلقاها باي ديفولت ما نوت أكتيف، نعملها أكتيف كده بتحول لنا الفورم ده إلى اختبار إلكتروني. أيضا في مجموعة من الأشياء ممكن نعمل لها ضبط، زي مثلا الريسبونسز الاستجابات لابد إنه نخلي إنه الطالب يجاوب إجابة واحدة limit to one response، نعملها activation عشان إنه الطالب ما يرسل لنا أكثر من إجابة أو أكثر من نموذج. أيضا في البرزنتيشن ممكن نخلي الطالب إنه يشوف البروجريس حقه show progress bar، لأنه مرات في أسئلة اختبارات بتكون أسئلتها كثيرة عشان الطالب يعرف نفسه وين وقف أو وين حصل يعني. وفي مجموعة أيضا من السيتينجز الأخرى ممكن يعني أي واحد يشوف المناسبة منه ويختار يعمل لها ضبط زي ما هو بيحب. في الجوجل فورمز بنلقى عادة الكستمايز ثيمز والبريفيو دي والأسهم دي كده، لكن الإضافة دي الأد أونز دي ما بنلقاها، دي بنضيفها من موقع اسمه workspace.google.com، أنا بترك لكم الرابط في وصف الفيديو، بنلقى فيه علامة بحث هنا بنكتب عليها GPT quiz generators، دي بنكتبها في مستطيل البحث هنا وبتجيب لنا الإضافات دي. بنلقاها هنا أول إضافة يعني بنعمل عليها انستل وبيحصل لها تثبيت، وبنجي نلقاها هنا بنلقاها هنا، بعدها بنضغط عليها عشان ندخل. يعني في مجموعة من الإضافات ممكن تضيف واحد واثنين أو ثلاثة، في الأولى مثلا GPT for Google Forms Builder و GPT Quiz Generator Forms مثلا، فلنفترض استخدمنا الإضافة دي، الاثنين ديل طبعا أنا أضفتهم، بنضغط على ستارت بتقوم تاخدنا إلى الصفحة دي، وفي الصفحة دي بنقوم نختار الملف أن إحنا عايزين ناخد منه أو نعمل منه الاختبار، إذا كانت محاضرة PDF أو كوبي أند بيست، هنا نعمل بيست للتكست في المستطيل ده. أو هنا في خيار إنه choose file، بنعمل select مثلا، هنا عندي مجموعة من المحاضرات فلنفترض إنه مثلا أخذت محاضرة الفول and safety environment، أعمل لها
كليك بلقاها اترفعت معي هنا as a text. بجي هنا على ال أو هنا في الوسط هنا بيقول لي اختار الليفل، يعني كم انت عايزه. مثلا اكزامبل مديني elementary انه من 5th grade 10 الى 11 سنة. مثلا انا اقول له مثلا ده عشان طلاب جامعة مثلا 22 سنة، 22 years مثلا old مثلا، عشان يجيب لك مستوى الاختبار على حسب عمر المشتركين. هنا ايضا في ضبط لابد انه انا اتاكد منه، هنا المالتيبل تشويس كويتشنز، كويتشنز كاونت انت عايز كم سؤال. انا مثلا اقول له مثلا عايز 15 سؤال. الانسر كاونت كم اجابة انت عايز، مثلا اقول له 4 اجابات، والكوركت انسر واحدة تكون، وثاني اللغة انجليش لانجويج. بعد اتاكدت من الضبط ده كله اجي اعمل جنريت كويتشنز، اضغط عليها. بيبدأ هو هنا بيقول لي please wait generating questions، بدأ ينشئ في الأسئلة. مجرد ما يخلص الأسئلة بيديني خيار إنه تاني أضيفها للجوجل فورمز. هنا أنشأ لي الأسئلة، شفناها هنا هذه الأسئلة كلها والإجابة الكوركت أنسر. مثلا هنا what's the leading cause of injury related to death in older adults، قال لي الإجابة الكوركت نمرة 3 هي الفولس. وهكذا كل سؤال يعني في ثواني أنا قدرت أعمل 15 سؤال ومفتوح، يعني ممكن أقول له أي عدد من المحاضرة أنا عملت لها أبلود. أنشأ لي الأسئلة دي كلها بإجابات النموذجية. أنا بعمل ريفيو للأسئلة كلها، لقيتها أوكي تمام مظبوطة خلاص. أقول له add questions to form. مجرد ما أنا عملت add questions to form طوالي بيضيف لي 15 سؤال دي للجوجل فورمز، و يعني خلاص يعني بدل أنا أنقل بالإجابات حقتها يعني وبالإجابة الصحيحة. خلاص كده قال question created please close dialogue، حول الأسئلة كلها. أنا بعد كده أعمل كلوز، بلقى إنه حول لي الأسئلة كأسئلة اختبار. نمشي هنا في الكويتشنز بنلقاه حول الأسئلة كلها، بنلقاها جاهزة هنا. أول سؤال بالإجابات حقته الخيارات، والثاني سؤال والثالث والرابع والخامس وهكذا 15 سؤال زي ما أنا طلبت منه، كلها حول لي للجهة للأسئلة. هنا التوتال بوينتس 15 لأنه مثلا أنا عايز درجة لكل سؤال، 15 سؤال ب15 درجة. خلاص كده أنا نقلت الأسئلة كلها، أسميه مثلا هنا مثلا جيرياتريك كويز، مثلا كويز ون. خلاص انه خلاص عملت سميت الاختبار انه جيرياتريك كويز 1 وكله جاهز كده خلاص. بعد كده انا عايز ارسله للطلاب، هنا بلقى سنت. مجرد ما عملت سنت بديني في خيارات انك عايز ترسله ايميل، اول واحدة دي تكتب الايميل، او عايز ترسله لينك اضغط على لينك دي هنا عشان ارسله لهم في جروب الواتساب، او ارسله للليدر او اي احد يعني مسؤول من الاختبار. هنا بشوف الرابط طويل، هنا في بوكس صغير كده انه شورتن يو ار ال، لو ضغطت عليه بقصر الرابط بلقاه بقى قصير جدا. وبعمل رايت كليك واعمل كوبي واعمل بيست في واتساب وارسله للطلاب واستقبل الاستجابات حقتهم للاختبار. وكده أنا أكون عملت اختبار في دقيقة أو دقيقتين فقط بدل كوبي وبيست وأبذل فيه مجهود كبير. أتمنى تكون طريقة سهلة وتستفيد منها عدد كبير من الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.